كثيرة في الحقيقة. أولا هم لا يملكون ثقافة بناء الدولة. احنا لما اجينا بعد 2003 ما لقينا دولة قائمة وتحتاج حكومة. لا، الأمريكي لما اجى لم يسقط النظام ولم يسقط صدام، إنما أسقط الدولة العراقية، وبضمنها انكنس صدام وانكنس النظام. فلما اجينا إلى العراق احنا لقيناه قاعا صفصفا، ولذلك صرنا في مواجهة هذه الحقيقة. من أين نبدأ؟ زين، نبدأ بمشروع إعادة بناء الدولة؟ لا نملك ثقافة هذا المشروع، هذا واحد. اثنين، هذا المشروع يحتاج نكران ذات عالي ويحتاج تضحيات، لا نملكها. اثنين، نروح للحكم مباشرة؟ ما قدرنا نروح للحكم. ليش؟ لأنه ما قدرنا نفرز زعامة طيلة فترة المعارضة. لا توجد زعامة عراقية شيعية أو سنية أو كردية تستطيع أن تملأ هذا الفراغ. ذهبنا إلى مشروع وهو أتعس مشروع في تاريخ الدنيا ونعاني من آثاره حتى الآن. هذا المشروع اسم مشروع تقاسم السلطة. سهل 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 جدا. الوزارات هي السلطة وهي المال وهي المنفعة. يا أكراد لكم هاي 3-4 وزارات، يا سنة هاي لكم 5-6 وزراء، احنا الشيعة 10-11 وزارة، وكل وزارة في الحقيقة هي بنك.